حبيبتي قريتوا الالوان في الحصه؟ الان لدينا مجموعه من الالوان، كل لون نضعه مع اخيه اللون. يلا لنبدا باللغه. ما هذا اللون؟ احسنتي، برتقالي. شكرا مالك. لون اخر مالك؟ ما هذا اللون؟ ازرق. اين الازرق؟ احسنتي. ازرق اخر؟ لا يزال هنالك ازرق. اين الازرق الاخر ملوكا؟ ازرق. اين اللون؟ احسنتي، برافو مالك. تحيني جيدا هكذا. وصلي ملك. ما هذا اللون؟ أصفر. ممتازة ملك، أحسنتي أحسنتي، جيد ما شاء الله. يلا نضعها مع بعض. شكرا ملك. اللون مالك؟ زهري. زهري، احسنتي. اين اخوه؟ شكرا. زهري اخر، احسنتي مالك. شكرا ملوكة. يلا واصلي مالك. موف باللغة الفرنسية بنفسجي، باللغة العربية نقول له بنفسجي. أحسنتي، وصل. شكرا مالك. أحسنتي من لوكا، شكرا.